رؤية الكابتن محمود الخطيب في بداية يمكن الانتخابات ومن ضمن البرنامج الانتخابي، وهو قال الكلام ده في أكتر من مرة أكتر من ندوة وقت الانتخابات، إن احنا بنعظم وعايزين نعظم دور المرأة ودور الشباب. وده يمكن فعلا زي ما حضرتك بتقول بدأ بيحصل، ومش بس بيحصل بان احنا في ثلاث شباب او اربع شباب، يعني بعتبر دلوقتي يمكن من الشباب اللي معانا برضو على نفس في نفس العمارة احنا كلنا، دي حاجه كويسه جدا ان انت عندك كذا حد، بس مش هو ده الاساس. يعني وده اللي كنت بقوله للشباب جوه دلوقتي، ان انا كنت بنتكلم وفتحنا النقاش في الموضوع ده وكان نقاش جميل، ان احنا مش انه يا جماعه ما تبصوش بس لتعظيم دور الشباب ده انه في مجلس اداره، بس ما تبصوش بس لان هو، وده انا بقولها كتجربه واحد دخل، ان النادي الاهلي في مجلس اداره وفي اداره تنفيذيه وفي لجان وفي مطبخ كبير جدا شغال تحت مجلس الاداره، وانت بتدي له حريه كامله في وضع فكره ووضع استراتيجيته، فانت ده لازم يبقى برضو ممثل فيه الشباب، يعني مش بس في مجلس الاداره، والمراه مش بس في مجلس الاداره، لا يعني لازم ده يبقى على الارض في المطبخ، الاعضاء المئات والالاف اللي في النادي كشباب او كمراه بياخدوا دورهم الحقيقي من خلال الجمعيه العموميه ومن خلال مجلس الاداره. فده اللي احنا بنحاول، والكابتن الخطيب فعلا عمله، بدليل ان احنا اللجان مثلا اللي في النادي الزمنا في اللائحه الداخليه للجان ان هي تكون 50% منها شباب على سبيل المثال. في شغل قوي جدا معمول من لجنه الشباب، من لجنه المراه، فده كله حصل فعلا على الارض، فاحنا بنحاول ان احنا نحافظ على ده ونزوده الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا هي النادي الاهلي في الحته دي اللي مش موجوده في اي حته، زي ما انت قلت اللي هو في رابطه كده، وقت ما جينا انتخابات وقلنا عائله الاهلي كانت مقصوده، انت دايما عندك عائله اهلي، مش بس المجلس والاعضاء، ده المجلس والاعضاء ومحبينه وجماهيره، هي احنا بيبقى في مبادئ كده معينه بتربط المحبين النادي. الشباب اتكلموا فعلا في نقطه الجماهير النهارده، لان هي في ماده 13 في اللائحه موجود فيها رابطه المشجعين، ودي يمكن برضو دي رؤيه اللجنه طبعا لوضع اللائحه ومجلس الاداره، في ان فعلا جماهير الاهلي، احنا بنقول جماهير الاهلي هي السند الحقيقي لي، وده مش بنقول كده ككلام، لا احنا وضعنا ده حتى في اللائحه ان احنا عاملين رابطه مخصوص للمشجعين، تكون دورها طبعا ان هي تكون ورا النادي وبتشجع النادي، وتكون مجلس الاداره في على تواصل معاها، بيبقى في اسكس معينه محطوطه ليها ومجالها مفتوح للاعضاء وللجماهير مش بس لاعضاء النادي. يعني احنا زي ما قلت لك الاستجابه دي بتتمثل بشكل يومي في قعداتنا في جلساتنا كلجنه للائحه او كمجلس اداره، ان احنا بنقعد كده بنحط قدامنا كل المقترحات بتاعت الناس وبندرسها مقترح مقترح، وبنشوف اللي عليه الاجماع بشكل فوق 70% احنا بنبدا ان احنا نغيره تماما، وبنرجع تاني للجنه الصياغه القانونيه طبعا الكبار المستشارين القانونيين فيها على راسهم المستشار محمود فهمي، ان هم بيعيدوا صياغه الكلام ده كله بما يتلائم مع القانون واللوائح المصريه.